بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الخامس من السلسلة التعليمية 3DS Max Trickstarian راح أتكلم عن موضوع ما بعد المانج سين ستيت. أنا المقرر عندي يكون الدرس الخامس موضوع آخر، والدرس السادس يكون عندي الليارات وأوريدي مسجل هاي المواضيع، لكن رح ألعب شوي صغيرة بالخطة للدروس بناء على كتير أسئلة وردتني بعد درس المانج سين ستيت. كتير طلاب سألوني بعد ما أنت عملت درس المانج سين ستيت، أنت عملت الباتش ريندر. فعليا هذا الحكي صح، بس في كتير أسئلة من الطلاب كانت تحكي لك طب إذا بدنا نعمل ريندر إليمنتس ما بعد الباتش ريندر بنفس الوقت مع السين ستيتس أو المانج سين ستيتس شو نعمل بالضبط؟ الموضوع جدا جدا سهل ومش صعب إطلاقا. إذا تتذكروا بالدرس الرابع أنا عملت باتش ريندر للصورة الأولى، والست الثانية اللي كانت عندي ليلي ونقلت هاي لهون، والست الثالثة تمت عندي هاي هون وضويت هاي، يعني طفيت الإنارات وضويت هذول فقط لا غير، ولعبت بعدادات كاميرا يوميتها. للي مش متبع شو اللي عملته بقدر يرجع للدرس الرابع منش سين ستيتس. طيب هلا الموضوع بسيط، أنا هالمرة بدي موضوع اللي هي خلينا نحكي لها موضوع channels الموجودة عندي اللي أنا بعمله كالتالي. عندي بقائمة ال V-Reframe Buffer، خليني أرجع الموضوع كالتالي. بقائمة ال V-Reframe Buffer، بقائمة ال V-Reframe Buffer في عندي كبسة صغيرة، كبسة ال H. كبسة ال H تحكي لك كالتالي: show last V-Reframe Buffer history windows، أو يعني بمعنى تاني show VFB history windows. ال VFB هي اختصار ل V-Reframe Buffer. طيب هاي للهيستوري، بكبس عليها بتطلع لي كل الريندرات اللي انت كنت عاملها ومخزنها بالهيستوري. طبعا هاي الصور انت وين بتخزنها بالضبط؟ تتخزن على ذاكرة الجهاز، يعني بالمكان اللي انت بتحدده. طب كيف بدي احدد المكان اللي انا عامله؟ بروح من هون بحكي له settings history settings. الهيستوري اللي انا حاطهم عندي على الديسكتوب بفولدر اسمه render history. حجم هذا الفولدر ما يقارب 10,000 ميجا بايت، يعني باعتبار 10 جيجا انا عامله. هلا اذا بروح عندي على الديسكتوب، هي في الفولدر ريندر هيستوري، هي على فكره كهرب ينتلي عندي هنا ريندر هيستوري. الفولدر هذا فيه كل الريندر هيستوري الموجود اللي انا عاملها على الجهاز. انا بدي ارفع احكي له خذ لي 30 جيجا هلا عندي للاحتياط، لاني بعرف انه شغلي كتير موجود. انا اخليه 50 جيجا عندي للاحتياط، لاني بعرف حالي وانا بشتغل كتير بخزن هيستوري للصور قبل ما انظفها. هلا المعلومة هاي مش هاي فقط اللي بتهمني، بقدر اروح للهيستوري سيتنجز احكي له اوتو سيف. هلا لما احكي له اوتو سيف، يعني بمعنى تاني اي صورة انا بعملها ريندر اعملها سيف مباشرة. هلا لما اجي احكي له اوكي فقط على اوتو سيف، هلا خطر على بالي اعمل ريندر هنا، خلينا نحكي بعد فترة معينة خطر على بالي اطفي الريندر، احكي له كلوز او كانسل. العملية يعني الجهاز عندي شو رح يعمل؟ رح ياخذ وقت، لساته ما انهاش حتى المرحلة الأولى. رح ياخذ عندي وقت الجهاز وهو بيحاول يحفظ هاي الصورة وين؟ جوا الهيستوري. فعليا هي حفظها عندي جوا الهيستوري، أخذت عندي 7 سكندز، يعني 7 ثواني فقط لا غير. طيب تخيل عندي إذا بدي أجي أعمل تعديل تاني أو بدي أفحص هون مرة تانية، بدي أجي أعمل ريندر، إيه لا في عندي غلط، طيب كانسل. اوبا انه ياخذ يحفظها، فبالتالي هاي الشغله وجعت راس. فبالتالي كبسه اوتو سيف ان اشغلها للامانه ما بحب ان استخدمها لحالها. كيف يعني؟ يعني هلا راح اوريكم اني كيف راح اروح على السيتنجز احكي له اوتو سيف لاي صوره كومبليتد اونلي، اي صوره فقط كومبليتد ساعتها سيف لي اياها. يعني هلا عندي هاي الصوره عملت لها ريندر واكتشفت لا في عندي غلط، هاي كانسل خلص مباشره كانسل عادي. مصمم الجهاز على انه لا هي يعملها كانسل مباشرة. طيب بيعملها كانسل مباشرة وما بخزنها عندي جوا الذاكرة. هلا بدي اروح احذف هاي اصلا. هلا طب ايش ممكن استفيد هاي يعني هاي التريك البسيطة؟ الفائدة البسيطة انه اخر مرة انا لما اجيت قلت له ريندرينج باتش ريندر، حكيت له ريندر 1 ريندر 2 ريندر 3 وهي البريست فور فن وهي الكاميرات وهي سين ستيتس اللي هي ارتفيشال سيستم 1 ارتفيشال سيستم 2 ودي لايت. لما اجي احكي له ريندر، طبعا هو راح يحكي لي هلا بدي اسيف لك الصور فوق بعض، انه انت اوريدي عندك ريندر 1 ريندر 2 ريندر 3 بدك اياني اسيف لك اياهم فوقيهم، راح احكي له لا. ف
فهلا لو انا اصلا حذف هاي الصور وقلت له خذ لي هلا، قلت له ريندر، قلت له اوكي، النتيجه النهائيه رح تكون عندي ريندر 1 ريندر 2 ريندر 3. طيب يا رامي وين راحوا الريندر اليمنتس؟ كيف بدي اسيف الريندر اليمنتس؟ فعليا ما في طريقه تسيف ريندر اليمنتس من هون، انت تريك بسيطه تضحك عليها، تحكي له روح لي على لاست في ري فريم بفر، بروح على الصور اللي تخزن عندي هون، خليني اعمل هاي لك ريموف، بروح للصوره الاولى منها تخزنت عندي جوا الفي ري فريم بفر، استحمل شوي صغير الجهاز خليه يستوعب الاشي، شطور. طيب ما ان انا قلت له خلينا نعمل هاي ريموف، حكيت له خذ لي الصورة الأولى هنا، أنا عارف إنه سيف عندي الصورة الأولى والثانية والثالثة، برجع الأولى بحكي له اطلع عندي هون على الإليمنتس الموجودة، بلاقي كل الإليمنتس عندي تخزنت جوا الهيستوري. فعليا أنا خزنت الهيستوري مش بس إنه عندي صورة الديفيوز أو البيوتي باس، أنا أوريدي خزنت الريفليكشن باس، ريفراكشن باس، واير كلر، سبيكولار، شادوز، أي ريندر إليمنت أنا بدي إياه. هلا بقدر احكي له سيف اول ايمج شانلز تو سيبريت فايلز، بحكي له سيف لي اياهم بالمكان اللي بدي اياه، بقدر هلا اجي احكي له خذ لي على الديسكتوب، احكي له ريندر 1 فولدر اسمه ريندر 1 صيغه مثلا جي بي جي، اي صيغه مش سائل، هلا بحكي له سيف سيف، بقدر اطلع عندي هلا الصوره تخزنت عندي مع كل الريندر اليمنت تبعها. فهاي هي التريك البسيطة اللي أنا بستخدمها مش أحافظ على ريندر إليمنتس. إذا كان في لي تنويه أو نصيحة صغيرة يعني صدمت فيها بآخر مشروعين اشتغلت عليهم، المشروع اللي اشتغلت عليه اللي هو لتصميم بيت برام الله، وانضربت شوي صغيرة بموضوع مشروع تاني اشتغلت هنا منجرة، يعني كانت شوي صغيرة بمثابة مفاجأة لي، يعني أول مرة بتفاجأ بهذا الإشي، إنه كنت يوميتها شغال على خلينا نعمل زي هيك يوز إكسبوجر، إنه تفاجأت اني كنت انا اوريدي مستخدم اللي هي البلوم افكت والجلير افكت من ضمن ال اللهم صل عليك يا حبيب محمد، من ضمن الافكتس او من ضمن الشانلز الموجودة عندي. انا كنت رايح على الريندر اليمنتس، لما فعلت اخر شانل قلت له خذ لي هون اللينس افكت، حكيت له اون اون، هو حكى لي الريل ريندر بس انا كنت اوريدي عاملها، انا كنت حاكي له سيف لي ريندر اليمنت ايمج اند ريندر اليمنت، يعني اعمل لي لينس فلير او لينس افكت اللي هو البلوم والجلير على الصوره وين وبرضه على الريندر اليمنت، وبرضه نفس الشيء الجلير على الايمج وعلى الريندر اليمنت. للاسف حاولت اني اسيفها لقيت الجلير، يعني ضبطت الريندر ورحت نمت، رجعت لقيت الريندر عندي الجلير والبلوم اللي بالصور ضخم جدا 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 للاسف، حاولت اني اصلحها بس للاسف ما رضيت تزبط، حاولت اني اطفي البلوم واطفي الجلير بس ما زبطت معي ولا باي طريقه. الطريقه الوحيده زبطت معي اني فقط قلت له خذ لي على الريندر اليمنت اونلي، على الريندر اليمنت اونلي، على المشروع الاول اللي هي المنجره زبطت هذا الايفكت، بس على المشروع اللي اشتغلته اخر يوم اللي هو كان امبارح للاسف ما زبطت. فهذا الحكي راعوه انه هاي الشانل اللي هي البلوم والجلير مع الباتش ريندر لازم تكونوا دايرين بالكم كتير كتير من هذا الموضوع مشان تتلافوا اي خطأ. هذا حكي بحكيه بناء على تجربة امبارح صارت معي، لسه ما فكرتش بالحل تبعها، فبس ان شاء الله الا ما يكون في لها حل. هيك بالنسبة الي، تقدروا تتابعونا على نواة ستوديو، تصاميمنا الجديدة، اعمالنا، الريندر فارم الخاصة فينا، تقدروا تتابعونا على الجروب فيجواليزيشن كورسز باي رامي شريم، تقدروا تتابعونا على البيهانس كمان بيهانس نواة ستوديو رامي شريم، وبرضو على الجروب على اليوتيوب، وتتابعوا سلسلة 3D أسماكس تريكس 2. هيك بحكي لكم يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله 400 رح أكمل هلأ بالجدول اللي كنت أنا ناوي أكمل فيه واللي مسجله أصلا تبع الدروس، بس هذا فقط إجا رد على أسئلة الطلاب الكتير متكررة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.